في مدينة صغيرة ومعزولة كانت تعيش فتاة اسمها هيزل، امرأة في السن 30 من عمرها. كانت حياتها هادئة ومسالمة حتى حدث شيء غريب غير مجرى حياتها تماما. يوما من الأيام وبينما كانت هيزل تعود إلى منزلها بعد قضاء يوم طويل في العمل، اكتشفت صندوقا غريبا موجودا على عتبة باب منزلها. كان الصندوق مغلقا بإحكام ولم يحمل أي علامة أو تعليمات. بدأت هيزل تشعر بالفضول الشديد حيال هذا الصندوق الغامض. انتزعت المفتاح وقررت فتحه بحذر. عندما فتحت الصندوق صدمتها مشهد رهيب. وجدت في الصندوق سكينة ذات شفرة حادة، وعلى الشفرة كان هناك دماء نازفة. لم تكن هيزل تعلم كيف تتصرف. كانت في هذه الحالة من الذعر والخوف، وكانت تتساءل نفسها هل كان هذا تهديدا أم جريمة حقيقية. هيزل تجلس هناك لبعض الوقت تحاول فهم ما تراه أمامها، تتساءل عما إذا كانت تلك الدماء حقيقية أم مزيفة. تعتقد أنه قد يكون هذه مزحة سيئة من شخص ما، ولكنها لا تستطيع أن تجزم. تبدأ في إجراء التفتيش دقيقا للصندوق، وتجد أن هناك ورقة صغيرة ملفوفة في زجاجة مع السكينة. تفتح الزجاجة وتقرأ الرسالة. تكون الرسالة بخط مجهول، وتحتوي على الرسالة قصيرة ومرعبة. تقول: أنا أعرف ما تفعليه، أنك مذنبة ويجب أن تدفعي ثمن أفعالك. بينما كانت تقرأ هذه الرسالة المخيفة، شعرت سارة بقشعريرة تسري في جسدها. كانت تبحث عن مؤشر أو دليل يشير إلى هوية الشخص الذي أرسل لها هذه الرسالة، ولكن لم تجد شيئا. كانت الرسالة مجهولة المصدر، ولم تحتوي على أي معلومات توضح من قد يكون هذا الشخص وما هي الأفعال التي يشير إليها. بدأت هيزل تشعر بالقلق المتزايد. لم تكن تعلم ما إذا كانت تتعامل مع مزحة سيئة أم شيء أكثر جدية. قررت أن تتصل بصديقها المقرب مايك لمشاركتها هذا الموقف الغريب والمخيف. عندما قدمت هيزل تفاصيل الحادثة لمايك، أصيب بالدهشة وقال: هذا أمر خطير جدا، يجب أن نتصرف بحذر. قررا معا البحث على الإنترنت للعثور على المزيد من المعلومات عن الحوادث المتشابهة أو أي مؤشر على مصدر الرسالة. وفي أثناء إجراء المزيد من التحقيق والبحث، بدأت هيزل تشعر بأن هناك شيء ما في هذا السيناريو لا تستطيع فهمه. ظلت تفكر بعمق في جميع الأحداث التي جرت مؤخرا، ولاحظت أن تحول العلاقة بينها وبين مايك منذ بضعة أشهر. في السابق كان مايك قدم عرضا لهيزل للزواج ولكنها رفضته. كان هذا العرض مصدر توتر بينهما وتسبب في تدهور العلاقة بينهما. لكن في الأوان الأخيرة أصبح مايك حساسا وغير مستقر عاطفيا. هيزل بدأت بالشك بأن مايك قد يكون وراء هذا كل شيء، وخصوصا مع تصاعد حالة التوتر بينهما. لكنها كانت تحتاج إلى دليل قاطع قبل أن تتخذ أي إجراء، لذا قررت أن تبدأ في جمع المزيد من المعلومات والأدلة على تصرفات مايك ومواقفه. سمعت هيزل كلمات مايك وهو يتحدث بصوت منخفض على الهاتف، وقد قال إنها امرأة غبية حقا، لقد اعتقدت أنني سأتزوجها ولكنها رفضت، والآن سأجعلها تندم على ذلك. عندما سمعت هذه الكلمات زادت قلقا وقلقا. قررت أنها لا يمكن أن تجلس مكتوفة الأيدي بعد الآن. قامت بتسجيل الكلام الذي سمعته من مايك بسرية،
ثم بدأت بتجميع الأدلة الأخرى التي تشير إلى ارتكابه لمحاولة قتلها. هيزل قررت أن تتصل بالشرطة وتقديم الأدلة التي جمعتها ضد مايك. تم فتح تحقيق الجنائي ضده بناء على الأدلة الواضحة التي قدمتها هيزل، وبعد توقيفه والتحقيق معه اعترف مايك بمحاولته السابقة لقتل هيزل. تم إيداع مايك في السجن بتهمة محاولة القتل والتهديد بالقتل. كانت سارة قد تجنبت الموت بأعجوبة وتمكنت من تحقيق العدالة. أصبحت حياتها آمنة مرة أخرى، وعلاقتها بمايك أصبحت من الماضي. من المخيف أنه من السهل جدا على بعض الأشخاص العثور على معلوماتك عبر الإنترنت، والتي تتضمن رقم هاتفك. سواء كان موجودا بالفعل على الإنترنت فهو متاحا للجميع، أو متاحا للشراء على مواقع الويب. إذا كنت تتلقى رسائل نصية من رقم غير مألوف، فمن الأمان عادة افتراض أنها عملية احتيالا أو شخص قد لا ترغب في التحدث إليه. وهذه القصة المرعبة حدثت في بلد أجنبي مع فتاة تبلغ من العمر 26 عاما، والتي سأشير إليها باسم جولي. نسمي بالرحمن وخلينا نبدأ. وهناك طلب صغير جدا، إذا أعجبك المحتوى الخاص بنا من فضلك ادعمنا بالاشتراك في قناتنا. هذه نقرة صغيرة لك ولكنها تعني الكثير بالنسبة لنا، وشكرا لك. ولنبدأ القصة. كانت جولي تستخدم تطبيقا للمواعدة عبر الإنترنت، وهذه التطبيقات من الممكن تكون شديدة الخطورة وتغير حياتك للأبد، وتكون عرضة لانتهاك الخصوصية، وقد تتعرض لاحتيال من قبل أشخاص يستغلون تلك التطبيقات، أو تتورط مع شخص خطر وتنقلب حياتك رأسا على عقب. وهذا ما حدث مع جولي عندما تورطت مع رجل يدعى بيرس، يبلغ من العمر 27 عاما وشعر أسود طويل ومتوسط البنية. وتقول جولي إنه بدأ جذابا للغاية من خلال صوره الموجودة في ملفه الشخصي، والتي كانت جميعها تظهر في أماكن مختلفة مع كلبه، واحدة مع سيارته، وصورتان أمام شلال ذو منظر خلاب يسكن بيرس على بعد بضع أميال فقط من جولي. وبدأوا يتراسلون ذهابا وإيابا حول المدة التي عاشاها في المدينة، وما هي وظائفهم، وأين ذهبوا، إلى آخره. واتفقوا على الذهاب في موعد، وفي الليلة التالية تقابلوا في مطعم ليس بعيدا عن أي منهما. وكان بيرس قد وصل إلى المطعم قبل جولي وحجز طاولة. وعندما وصلت جولي تدخل لمقابلة بيرس ويبدأ موعدهما، وجلسوا يتحدثون لمدة نصف ساعة تقريبا، حتى اضطرت جولي إلى اختصار الموعد بسبب عدم ارتياحها تماما. فمنذ اللحظة الأولى لاحظت جولي بأن بيرس لديه شيء غريب لم يعجبها، مثل الطريقة التي نظر إليها بها أو طريقة حديثه مباشرة دون الاختباء خلف الرسائل النصية التي كانت مختلفة نهائيا. وجدت أنه يضحك بطريقة غريبة ويطرح أسئلة غير مفهومة، بل ويصنع أشياء غريبة بعيونه، وشعرت أنه يعاني من اضطراب نفسي. فقالت جولي إنها يجب أن تعود إلى المنزل، وغادرت المطعم وتركت بيرس. لقد كانت مسافة 20 دقيقة مشيا على الأقدام حتى تصل لشقتها، وطوال الوقت كانت لا تزال تشعر بالحزن والقرف أنها كانت تراسل مثل هذا الشخص. وصلت لشقتها، وبعد وقت قصير من دخول شقتها تلقت رسالة نصية كانت من بيرس.
هل فعلت شيئا خاطئا؟ لقد شعرت أنك تتصرفين بغرابة. كنت أحاول فقط أن أكون لطيفا. كتبت جولي ردا لبيرس: لا، لم ترتكب أي خطأ، ولكن بصدق أشعر أننا لم نتواصل على مستوى أعمق، وهذا جيد، وأنا آسفة وأتمنى لك الأفضل، ولقد كنت لطيفا للغاية. فكتب بيرس: إنه موعد واحد، ولهذا لن تشعري بالتواصل على الفور. فكتبت جولي ردا: أنا آسفة، لا أعتقد أنني مهتمة. وتوقفت الرسائل النصية من جهة بيرس. ولكن بعد 20 دقيقة كان هناك طرقات على الباب. ذهبت تنظر من العين السحرية، فرأت بيرس واقفا أمام الباب، فأصابها خوف شديد عندما رأته. اختبأت خلف الحائط، وبعد قليل توقفت الطرقات، فذهبت لتنظر من خلال ثقب الباب، فرأت بيرس ما زال واقفا، فاتصلت بالشرطة. وعندما جاءت الشرطة لم يكن بيرس موجودا، فأظهرت للشرطة الرسائل وأوضحت لهم أن بيرس كان يطرق بابها، وشعرت بالتهديد، فأتصل الضابط برقم هاتف بيرس. أجاب بيرس على الهاتف. قال بيرس إنه جالس في منزله ولا يعرف عنوان منزل جولي. فقال الضابط لجولي إن بيرس يقول ليس هو من كان يطرق الباب، ولكن كانت جولي متأكدة أنه هو، فتوسلت للضابط لإلقاء القبض عليه وتوجيه الاتهام إليه، ولكنهم رفضوا وقالوا إنه لا يمثل تهديد، ومن الممكن أن يكون شخصا آخر من طرق الباب. جولي لم تكن مرتاحة، بل كانت خائفة جدا. ومرت بضعة أيام، ولكن جولي أصابها خوف شديد من بيرس أن يظهر لها في أي وقت، ووضعت الكثير من الإقفال على الباب، وأصبحت تخاف من تطبيقات المواعدة، فيلم تعد تستخدمها، وعندما تسمع صوت رنت الرسائل النصية أو عندما يرن هاتفها يصيبها رعب شديد. وبعد أسبوعين جاءتها رسالة نصية من رقم مجهول، مكتوب فيها: هل أنت في الشقة؟ فقررت الرحيل وترك شقتها، وغيرت رقم هاتفها، ولكنها كلما تسمع رنين من هاتفها يصيبها هلع، فلقد زرع بيرس الرعب في رأسها. في عام 2011 كانت هناك مدرسة في ألباما الصناعية. كانت كوندي واحدة من الطالبات التي عشنا في الطابق 14 في قاعة السكن الرئيسية. في وقت متأخر من إحدى الليالي كانت كوندي وأصدقاؤها يستخدمون موقدا لإعداد الشوكولاتة الساخنة في غرفتها. كان هذا مخالفا للقواعد، لكن كوندي وأصدقاؤها كانوا يفعلون ذلك على أي حال. كانوا جميعا يجلسون على سرير كوندي وهم يرتدون قمصان النوم، عندما قام شخص ما بضرب الموقد عن طريق الخطأ اشتعلت النيران في جميع أنحاء الغرفة. وكذلك اشتعل النيران في ثوب نوم كوندي. بدأت بالذعر وركضت في الردهة وهي تصرخ طلبا للمساعدة. ركضت ذهابا وإيابا في الردهة وهي تصرخ طلبا للمساعدة، مما أدى إلى تأجيج النيران. نمت النيران أكبر وأكبر وأكلت جسدها بالكامل. لم يكن بوسع أصدقائها إلا أن يشاهدوا في حالة رعب كيف انهارت كوندي أخيرا وماتت. احترق جسدها حتى أصبح هشا. منذ وفاتها ظل شبح كوندي يطارد الطابق 14
عشر. لا يزال الطلاب الذين يعيشون هناك اليوم يقسمون أن أبوابهم تفتح وتغلق من تلقاء أنفسها، وقد شعر البعض بوجود شبح كونتي بغرفتهم. كانت هناك فتاة تدعى ياسمين تعشق الدمى بشدة، وكانت تحب بأن تمتلك مجموعة كبيرة من الدمى. كانت درجاتها في المدرسة ليست جيدة جدا، لذا قررا والديها إنه إذا تحسنت درجاتها سيشترون لها دمية جديدة كجائزة. بعد بضعة أسابيع حصلت على درجة ممتازة، فقرروا والديها الامتثال لوعدهما. في يوم التالي قادت والدتها السيارة لشراء هديتها. دخلوا متجر الألعاب، أخبرت الأم بابنتها ياسمين إنها يمكنها اختيار أي دمية تريدها. راحت ياسمين تنظر هنا وهناك حتى رأت على الرف السفلي دمية قديمة مغبرة جزئيا، لفتت نظرها على الفور. كانت الدمية مشوهة بابتسامة خبيثة. نظرت ياسمين نحو والدتها وصرخت: أمي، هذه هي الدمية التي أريدها، هل أنت متأكدة؟ سألت والدتها بدهشة. لكنها تبدو قبيحة ومخيفة للغاية، ولكن قالت ياسمين بحماس: نعم أريدها أريدها أريدها. قالت والدتها: حسنا حسنا. ألقى صاحب المحل نظرة على الدمية وقال: عذرا سيدتي، هذه الدمية قديمة ومستعملة. نظرت الأم لابنتها ورأتها تهز رأسها بالموافقة. وضع صاحب المحل الدمية في كيس وأعطاها للأم. عندما وصلوا إلى المنزل ركضت ياسمين على الفور إلى غرفة النوم، وقضت بقية اليوم تلعب بسعادة مع الدمية. في حين كانت والدتها تشاهد التلفاز، كانت الأم تتساءل عن سبب الضحكة الغريبة للدمية في وقت متأخر من تلك الليلة. عندما ذهبت ياسمين إلى السرير وضعت الدمية على الرف في غرفتها. قبلتها والدتها قبل النوم وأغلقت باب الغرفة النوم. في صباح اليوم التالي كانت الأم تحضر وجبة الإفطار. قامت بالنداء على ابنتها: ياسمين ياسمين ياسمين. لكن عندما لم تتلقى أي رد للمرة الثالثة بدأت الأم تشعر بالقلق. قررت أن تصعد إلى الطابق العلوي وتوقظ ابنتها. عندما دخلت غرفة نوم ياسمين شعرت بالرعب عندما لم تجد ابنتها في الغرفة. قامت بالنداء على ابنتها 3 مرات وأخذت تبحث عنها في جميع غرف المنزل.
ولم تجدها. رجعت الأم لغرفة ياسمين ورأت الدمية تجلس على سرير ابنتها. بدأت بالصراخ في الرعب، وكانت الدمية تحمل طفلا رضيعا لعبة معها.